حسين يا مريض. يعني أسأل أخواتي المؤمنات الآن، اللهم اشف كل مريض. إذا امرأة مريضة، رجال مريض، إذا الأطباء نعوذ بالله نستجير بالله وصلوها إلى مرحلة اليأس، قالوا له أنت مريضة مريضك ما في علاج، طبعا العلاج بيد الله. هاي المرة تجي تبكي، هواية صاير يجون عندي مرة عمرها 40 سنة 30 سنة 35 سنة تبكي. أقول لأختي الموت حق، أنا أموت، رسول الله مات، الكل يقول سيد. أنا ما أبكي على نفسي، عندي أطفال صغار أحب هذول أطفالي أربيهم، أزوج بنتي أزوج ابني بعدين الله يأخذ أمانت. ما في إنسان خصوصا أم تحن على أولادها وتحب الموت. السيدة الزهراء عاشت 18 سنة 4 أطفال عندها، ومن أسماء فاطمة الزهراء الحانية، يعني كانت كثيرة الحنو على أولادها. هذه الصديقة الطاهرة كيف ترفع يديها وتقول اللهم عجل وفاتي سريعا. شوية فكر، شوفوا المصيبة كم كانت قوية على قلب فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، تطلب موتها من الله. ولما سمعت ابنتها زينب، السيدة زينب روحي لها الفداء، 4 سنوات آنذاك، 5 سنوات مو أكثر، 5 سنوات. زينب لما سمعت نزلت دمعة زينب. فاطمة الزهراء سلام الله عليها ضمت زينب إلى صدرها، حبيبتي زينب أنا أحبك أنا أمك، ولكن المصائب كثيرة على قلب فاطمة، وصتها بوصايا. هاي الوصية اللي تحرق القلوب، قالت لها بني إذا حان يوم عاشوراء وبرز أخوك الحسين نحو الميدان قبلي نحره بدلا عنه. تطلب الموت من الله. طيب السيدة الزهراء سلام الله عليها، أنا أذكر هذا المقطع من المصيبة ويقطع القلب والله، حملوا الجنازة، النعش، نعش هذه الشاب، نعش فاطمة الزهراء. من المشيعون؟ المشيعون علي بن أبي طالب، سلمان الفارسي، عمار بن ياسر، المقداد بن الأسود الكندي. نعم صغير صيح تبكي، إلهي إلى أين أمي تسير، وين يودون أمي؟ إلهي إلى أين أمي تسير، أنا طفلة والحسين صغير. أمير المؤمنين عليه السلام سمع الصوت، سمع صوت زينب، أخذته الغيرة والحبية، طفلة 5 سنوات، رجع بني حسن ولدي حسين اذهبوا إلى أختكم زينب فلا طاقة لي أن أسمع صوت بكائها أمام الرجال. هذول من هذول؟ هذول خيار صحابة رسول الله. أمير المؤمنين ليس له طاقة أن يسمع صوت زينب وهي تبكي على أمها. يا يا ويلي يما يا يما يا يما. إن شاء الله ماكو أيتام فاقدين أمهم في هذا المجلس، مصيبة الأم تكسر الظهر. يما يا يما يا يما أنا زيادة بدي حاجي، أنا زيانة يا 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 بدي حاجيني يا يما. يتيمة من عقب عينك يا يما يا مولاي. يا أمير المؤمنين لا طاقة لك أن تسمع صوت زينب وإن كان معك أصحاب رسول الله. سيدي ليتك كنت في كربلاء،
خرجت وحيدة غريبة بين الأعداء، نظرت يمينا وشمالا، أنا بقيت محيرة وصف جبليدي، لا عباس يبراني ولا حسي، يما يما يضربون